السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية ليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023. الثلاثاء ديال هذا الأسبوع هذا متابعينا الكرام عروض متنوعة، نتمنى أنكم تبقوا معنا حتى الآخر باش تكتشفوهم كاملين. هاد العروض الوطنية إن شاء الله غتكون في جميع المحلات. لأول مرة يزورنا في القناة متابعنا الكرام يشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض، ويبقى ديما يوصلكم الجديد إن شاء الله. أيضا ما تنسوا تشجعونا بالضغط على الزر ديال الإعجاب، راه كيعاون بزاف، وشاركونا التجارب ديالكم من خلال التعليقات، ونبداو على بركة الله. كاين أول منتج معنا متابعنا الأفاضل، واحد شرائح جبن فروماج سلايس من شاليبا فروماج شيدر، 24 قطعة في هاد العلبة هادي. الفروماج ديال الساندويتش ب22 درهم، 440 ريال. المرجع من المتابعات ديالنا اللي سبق لهم جربوه يشاركونا التجربة ديالهم، الله يجزيهم بخير. كما قلنا 22 درهم وفي 24 قطعة. كاين أيضا معنا شوريزو لحم البقر، جومبون شوريزو من جيدة، 80 غرام في هاد العلبة من جيدة، ب14 درهم، 280 عدد ديال لحم البقر. وكاين أيضا معنا بولي باني تريو الدجاج مثلثات بالفرماج متابعينا الكرام من كرانشيتا، 300 غرام في هذا الكيس هذا ب30 درهم، 600 ريال، 600 غرام تريو دو بولي. كان أيضا معنا واحد مجموعة ديال الصلصات أو ديال لي صوص من شاليبا، كان صلصة أندلوس كما كتشوفوا معنا، كان ألجيريان، كان لاصوص بلونش، وكان ساموراي، عدة أنواع. هاد القرعات هادو فيهم 300 غرام في الوحدة، والثمن ديال الوحدة فراه داير 25 درهم، 500 ريال العلبة الواحدة من شاليبا كما قلنا، بأربعة ديال الأنواع كما كتشوفوا معنا. المرجع من المتابعات ديالنا اللي سبق لهم جربوا هاد الشركة في لاصوص يشاركونا التجربة ديالهم أو حتى في المنتوجات الأخرين نستفدو جميعا. كان ايضا معنا بسكوي مغطى بالشوكولا من ميلكا شوكو فيناس، 126 غرام في هاد البواطة هادي ب20 درهم، 400 ريال متابعينا الافاضل. وكاين معنا ياغورت للشرب من دانون اكتيفيا، كاين بالفراز والاناناس، وكاين طبيعي بالسكر 240 غرام في القريعة ب4.5 درهم، 90 ريال. كاين معنا مشروب غازي بيبسي بعدة أنواع، كاين بالمذاق العادي، وكاين بالسيترون، وكاين بالفرامبواز، بالتوت وبالحامض، 90 ريال، 4.5 درهم، 33 سنتيلتر. وكاين معنا علكة شوينغوم من فلاش سبلاش، 30 غرام بدون سكر ب8 درهم، 160 ريال فيها 30 غرام. كاين معنا أيضا متابعينا الأفاضل ماء جافيل من لاكروا، 5 لتر ماء جافيل، 5 لتر ب20 درهم، 400 ريال. كاين معنا مجموعة ديال 3 ديال المنظفات، 2 منظفات ديال الأرضية، واحد ديال الأواني، ديال الأرضية من إكزيت، وديال الأواني من كلوريل. بالنسبة ديال الأواني في 750 ملي، والقرعات ديال المنظفات ديال الأرضية ففيهم لتر واحد. كيجيو بعدة روائح بالخزامة، بالحامض، وبالبرتقال كما كتشوفوا معنا في الصورة. وبالنسبة للثمن فراه دايرين 480 ريال، 24 درهم كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. وكاين أيضا معنا مجموعة أخرى ديال المنظفات، هادو فيهم قرعة ديال جافيل لتر واحد،
قرعة ديال المنظف الأرضية لتر واحد، وقرعة ديال منظف الأواني 750 ملي، هادو كاملين من ماكسيس ب 24 درهم أيضا، 480 ريال كما كتتابعوا معنا. وكما كتشوفوا معنا راه كيبانوا بوضوح هاد المنظفات هادو. كاين معنا متابعينا الكرام مجموعة ديال الجوارب نسائية من كومفورت فاميلي، 80% ديال القطن و 18 ديال البوليستر، هادو فيهم الأرقام من 35 حتى 40 كما كتشوفوا معنا ب 260 13 درهم، وكيجيو بهاد اللوينات هادو وبهاد الديزاين. متابعينا الكرام 260 13 درهم. كاين معنا معطر أرضية بواحد الديكور كما كتشوفوا معنا بعدة روائح من فريشور 8 ملي ب 14 درهم 280 كما كتشوفوا معنا، الديكور ديالهم زوين. وكاين معنا واحد العلبة او جوج علب ديال ورق الطهي من الساقة كما كتشوفوا معنا، باك فيه جوج علب، كل علبة فيها 12 متر ب 35 درهم 700 ريال. متابعينا الكرام هذا الورق ديال اللي كيدخل الفران. كما كتشوفوا معنا وكاين معنا سلة ديال الملاقيط ديال الغسيل بربعة دراهم من زامباك 80 ريال، هذا ديال المساسك او الملاقيط او المقابض. وكاين اخر منتوج معنا متابعينا الكرام في هذا العرض هذا طعام كامل للقطط من إيلو، كيجيب لحم البقر بالصومو وبالدجاج ب 5 دراهم ونص 110 ريال، ماكلة ديال القطط. وهذا هو اخر منتوج معنا متابعينا الكرام في هذا العرض هذا. متابعينا الكرام متابعتنا الكلمات كما تابعتوا معنا عروض متنوعه فيهم مواد غذائيه مواد تنظيف ومواد اخرى، هذا العروض غيكون ان شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الثلاثاء ديال هاد السيمانه هادي ديال هاد الاسبوع هذا في جميع المحلات ديال بيم، اي محل حداكم غيكونوا فيه ان شاء الله. نتمنى ان هاد العروض يكونوا عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا، نكونوا قدمناهم بطريقه زوينه. اللي سبق له جرب اي منتوج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربه ديالو، خاصه داك الفرماج اللي دوزنا في الاول او لي صوص من شركه شاليبا، شاركونا التجارب ديالكم من خلال التعليقات متابعينا الافاضل. واللي ديما كيتابعنا ومازال ما يشترك يشترك، يفعل زر الجرس باش ديما يوصل الجديد، ما تنساوش تشجعونا بالضغط على الزر ديال الاعجاب راه كيعاوننا بزاف. ونتلقاو ان شاء الله في عروض اخرى وميزات اخرى. دمتم بخير متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.